أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين فمواليكم. وليس عليكم جناح فيما اختلطتم به، ولكن لا تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. نبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذا قالت طائفة منهم يا أهل اليثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستخزن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يقسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم المعوقين منكم والقائلين لإخوانكم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشيخات عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشيخة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يبدو لو أنهم بعدون في الأقراب.
وإن يختر الأحزاب يبدو لو أنكم بعدون في الآخرة يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتخسرون فريقا. وأوراثكم وأرضاكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلين أمتكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك الله يسيرا.
ومن يقنت منكن لله برسولك وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إني اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلوبك مرض، وقلن قولا مخروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وتخن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسامعين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك وزوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها ورات وزبج ناكحا فلما قضى زيد منها وترى زوج النكاحا وتارا زبج النكاحا وتارا زبج ناكحا وتارا زبج ناكحا وتارا زبج ناكحا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وتارا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبي، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودانيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودخ أذاكم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن يتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خليك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة وخبت نفسها للنبي إذ أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتكوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا تستخنسين لحديث إن ربكم كان يؤذي نبيا فيستحيي منكم
والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يخرفن فلا يكذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألونك الناس عن الساعة قل إنما علمها
عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وعد لكم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوهكم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فضلنا سبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما.